عايز اخدك ونروح بسرعه على رفح مره تانية وثالثه ورابعه، لان مهم عندنا جدا نشوف حجم التدفقات بتاعه المساعدات الانسانيه عبر معبر رفح. معانا على التليفون استاذ وائل ابو محسن، مدير الاعلام بمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير. مساء النور يا استاذ وائل، طمنا عليكم اولا وطمنا على اهالينا. الحمد لله، يعني بفضل الله 6 أيام من التهدئة الآن. أتمنى يعني أن تستمر هذه التهدئة وصولا إلى وقف إطلاق النار الشامل، حتى يعني ينعم شعبنا بالخير والسلام بإذن الله تعالى. بإذن الله، وثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى أولا، وثقتنا الحقيقة في الدور اللي بتلعبه مصر لأجل استقرار هذه التهدئة، زي ما بنتكلم عن المساعدات التي تعبر إليكم عبر رفح. عايزين نعرف حجم المساعدات، استمرارية تدفقاتها، شكل المساعدات، يعني بتمر كم شاحنة في اليوم محملة بمساعدات، شكل الطاقة اللي بتعبر إليكم، يعني بتعبر إليكم شاحنات وصهاريج بالسولار ولا لأ، الغاز اللازم للطهي إلى آخره. يعني لليوم مستمر على التوالي، يعني التهدئة تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح البري من جمهورية مصر العربية، 200 شاحنة في اليوم الواحد. عظيم. هذه الشاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والمياه، منها 4 شاحنات محملة بغاز الطهي 84 طن في اليوم، بالإضافة إلى 3 شاحنات محملة بالوقود 150 ألف لتر من الوقود. هذه يعني المساعدات مع أهميتها و الأرقام التي زادت فيها خلال أيام التهدئة تبقى أرقام قليلة أمام احتياجات الناس هنا في قطاع غزة. قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كان هناك يدخل في قطاع غزة 500 شاحنة باليوم، والجميع يعلم أن قطاع غزة يعتمد بشكل كلي على المعابر هنا الحدودية وما يدخل من هذه المعابر من أجل أن يعتاش سكان قطاع غزة. يعني الشاحنات طبيعتها مساعدات غذائية، مياه، أدوية، بالإضافة إلى هذه الكميات من الوقود. والجميع يعلم أن فصل الشتاء دخل وحالة الصقيع والبرد الذي تظهر مناطق قطاع غزة أسوة بالبلدان المجاورة، وانقطاع لهذه يعني لغاز الطهي. الجميع يعلم أن غاز الطهي منقطع في عن بيوت المواطنين في قطاع غزة منذ 50 يوم، نظرا لإغلاق المعابر وعدم إدخال هذا الغاز إلا بعد اتفاقية التهدئة. أيضا محطات الوقود خالية، لا يوجد تعبئة للمركبات والسيارات هنا في قطاع غزة، نظرا لكميات الوقود القليلة التي تدخل بشكل أساسي لوكالة الغوث التي بدورها تعبئ بها الشاحنات التي تنقل المساعدات، بالإضافة إلى تزويد شركات الاتصالات لتبقى خدمة الاتصالات والإنترنت يعني تعمل في القطاع، بالإضافة إلى بعض يعني الكميات التي تذهب من أجل تشغيل محطات المياه لتزويد قطاع غزة بمياه الشرب. والجميع يعلم حالة الاحتياج الكبير للمياه بعد انقطاع المياه ويعني فقدان كميات الكهرباء التي كانت موجودة ل8 ساعات في اليوم الواحد، وخروج هذه المحطات والمولدات عن العمل، وقطاع المياه من الجانب الإسرائيلي وعدم إدخالها لقطاع غزة. الوضع الإنساني كارثي في قطاع غزة، الوضع الإنساني صعب جدا نتيجة يعني الإغلاق للمعابر وفقدان الأسواق للكميات الكبيرة من البضائع، نظرا لأن 50 يوم من يعني الحرب المستمرة على قطاع غزة وحالة النزوح الكبيرة من الشمال إلى الجنوب والاستنزاف الكبير الذي حصل في المناطق الجنوبية وعدم إدخال مواد وشاحنات للقطاع الخاص. اليوم الأسواق شبه خالية من البضائع، الأسواق والمحلات التجارية لا يوجد بها شيء، نظرا لأن ما يدخل مساعدات ويتم توزيعه على المواطنين بشكل مباشر، ولا يوجد ما يتم بيعه في هذه المحلات وهذه الأسواق، نظرا لعدم إدخال هذه البضائع من المعابر الحدودية.
بإذن الله يعني نحن نتفاوض لإدخال المزيد والمزيد بالقطع للقطاع، يعني نفعل كل ما نستطيع عمله. ثقوا تماما أستاذ وائل أنه مصر لن تترك إخوتها في فلسطين تحت أي ظرف من الظروف، نبذل الغالي والنفيس فعلا فعلا من قلوبنا. يعني احنا بنتكلم على 105 مليون مواطن، بنتكلم على رئاسة الجمهورية، بنتكلم على وزارة الخارجية، بنتكلم على كل المؤسسات والأجهزة المصرية تقف معكم حتى نصل إلى المبتغى بإذن الله. أشكرك جدا أستاذ وائل أبو محسن مدير الإعلام بمعبر رفح البري من جانبنا، أو من الجانب الفلسطيني، من جانبنا الفلسطيني كمان.